بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. اليوم وصلنا إلى حماية الملفات واحد من السلسلة التعليمية الخاصة بالصف السابع، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نحن في الوحدة الرابعة. تحدثنا سابقا في الموضوع الأول عن البرمجيات الضارة، اليوم حديثنا عن حماية الملفات واحد. عندي هنا هذا الجدول، ألاحظ الأحرف مربوطة بأرقام. فهنا عندما وضع لي سلسلة من الأرقام، أستطيع وضع الحرف الموافق لكل رقم وبالتالي الحصول على الكلمة. نبدأ من 86، نجد حرف ال V. 73، نجد هنا حرف ال I. 82، حرف ال R. و85 عندي حرف اليو. 83 عندي حرف الاس. فبالتالي حصلت على كلمة فيروس باستبدال كل رقم بالحرف المقابل له. ونفس الطريقة، عندما استبدل كل رقم من هذه الأرقام بالحرف المقابل له، سأتوصل أيضا إلى كلمة أخرى. 87 هي W. 79 O. 82 R. 77 M. فبالتالي الكلمة هي worm. نلاحظ الكلمة الأولى virus والكلمة الثانية worm، فأنا هنا أتحدث عن برامج ضارة. الحكم الذي نطلق على هذه الكلمات أنها برامج ضارة. عندي هنا طريقة أخرى للترميز. لدي كل حرف أو عفوا كل رقم، كل مجموعة من الأرقام مرتبطة بتركيب أو بكلمة معينة. أستطيع الوصول لهذه أو عفوا كل رقم هو يدل على حرف أو مربوط به حرف، ولكن الوصول إلى الحرف المقابل لهذا الرقم، يعني أوصل للأحرف الموجودة في هذه المربعات الفارغة، عندي تلميحات. فهنا أول تلميح، 1+2=9.8، وتستخدم للتعريف. هذه 1+2 وهذه 9.8. أنا عادة أداة التعريف في اللغة العربية هي التعريف. فهنا عندي ألف ولام، وهنا ألف ولام، باعتبار أن الاثنان نفس بعضهما حسب ما مكتوب هنا. التلميح الآخر، 4+3 تطلق على احترام الوالدين. عندي حرفان، كلمة تستخدم على التعبير عن بر الوالدين هي كلمة بر، باء راء، فصار عندي ألف لام باء راء. 1 و5 متشابهة، أنا عندي في الواحد ألف، إذا كان 5 مشابه للواحد فإذا أيضا هنا عندي ألف، صار عندي البراء هذا المقطع. 13، 12، 11، 10 عكس مفيدة، عكس كلمة مفيدة ضارة. 13 من عندي من العشرة إلى 13، ضاد ألف راء تاء مربوطة. 6 و7 نصف كلمة مجرة، نصف كلمة مجرة هي ميم وجيم، هنا 6 ميم و7 جيم، فصار هنا عندي الكلمة البرامج، وهنا صار عندي الضارة. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد هنا من خلال أول حيلة، وهي ربط الأحرف بأرقام ثم كتابة سلسلة من الأرقام. فبالتالي من لديه هذه البطاقة أو هذا الجدول يستطيع استبدال الأرقام بالأحرف المقابلة والوصول للمعنى. فأنا هنا بهذه الطريقة حماية للمعلومات حميتها عن طريق ترميز الحرف بالرقم. فعندما أرسل أرقام لن يعرف المصطلح أو الكلمة المرادة سوى من لديه هذا، نسميه فك الترميز. من لديه هذا الجدول الذي فيه فك الترميز سيعرف المعنى. فبالتالي أنا حميت هنا المعلومات. الطريقة الأخرى من الحماية، لاحظوا الأسلوب اختلف. للوصول للمعلومات كان يجب فك التلميحات، يعني ربطها بالغاز. من لم يستطع فك الالغاز لن يصل إلى الحل. هنا ننتقل إلى سؤال، حدد الأولويات التي تقوم بها عند وضعك لقرص القابل للإزالة في حاسوبك.
حسب الدرس السابق المتابع يجد أنه كنا عند التعامل مع قرص قابل للإزالة يجب ماذا تذكروا؟ سنقرأ الإجراء هنا الأول: فتح القرص مباشرة لنقل المعلومات، فحص القرص بمضاد الفيروسات الموجود على حاسوبك. حسب ما تعلمنا الإجراء الثاني هو الصحيح، فحص القرص بمضاد الفيروسات الموجود على حاسوبك. عندي الفرق بين الصورتان، هنا إشارة الصح تدل على الخلو من برنامج ضار، القرص المستخدم القرص المفحوص أو الجهاز المفحوص يخلو من برامج الضارة. هذه الإشارة الحمراء تدل على وجود أو كشف عن برنامج ضار. عندي هنا سؤال: اكتب أولوياتك عند وضعك لقرص قابل للإزالة في الحاسوب. أولا، فحص القرص القابل للإزالة بمضاد الفيروسات الموجود على الحاسب. ثانيا، التخلص من الفيروسات في حال إظهار إشعار بوجودها، يعني أظهر لي مضاد الفيروسات إشعار بوجود أو بالكشف عن برنامج مضاد عن برنامج ضار، فبالتالي التخلص من الفيروسات إن وجدت. وأخيرا، أفتح هذا القرص القابل للإزالة وأنسخ منه أو أنسخ إليه أيا كان الأمر الذي أريد إنجازه. عندي هذه المشكلة، وضعت قرصا ليزريا وقمت بفحصه بوساطة مضاد الفيروسات، وقمت بتنصيب لعبة على جهازك من هذا القرص، وفجأة بدأت بعض الملفات والمجلدات تختفي من حاسوبك أو تأخذ شكل أيقونة كتاب إلكتروني. ابحث بالتعاون مع زملائك عن سبب هذه المشكلة وأوجد الحل. نلاحظ أن القرص الليزري تم فحصه بمضاد الفيروسات، ولكن أصيب الجهاز بمشاكل، ومشاكل تدل على وجود فيروسات، فعندي مجلدات تختفي وتأخذ شكل أيقونة كتاب إلكتروني. هذه المعلومة أو هذا الدليل يشير إلى وجود برنامج ضار، ولكن كيف يتسلل علما أن القرص الليزري تم فحصه بمضاد الفيروسات؟ مضادات الفيروسات تحتاج إلى التحديث، فإذا كان عندي مضاد فيروسات ولم أثبت عليه التحديثات كل فترة، فبذلك يوجد فيروسات وبرامج ضارة جديدة هو لا يستطيع الكشف عنها. وهذا ما حدث هنا، أن مضاد الفيروسات لم يستطع الكشف عن البرنامج الضار أو الفيروس الموجود في القرص لأنه بحاجة إلى تحديث. الحل: يجب تحديث مضاد الفيروسات. عندي هذا الخبر الذي يحكي لنا قصة عن مجموعة من المخترقين الذين تسللوا إلى أجهزة المستخدمين من خلال البريد الإلكتروني، فربطوا برنامج ضار بملف وورد، والأشخاص الذين استجابوا لهذه الرسالة وقاموا بالتعامل مع ملف الوورد تسلل البرنامج الضار إلى أجهزتهم، وحصلت عملية سرقة مصارف ومؤسسات مالية حول العالم. عما يتحدث الخبر المنشور في الجريدة، نلاحظ يتحدث عن مجموعة من القراصنة قاموا بهجوم غير مسبوق على الأنظمة المالية للبنوك. ما صفة الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية؟ قراصنة، أو نستطيع القول هاكرز. كيف قام القراصنة بعملية الاختراق؟ نلاحظ حسب الشرح: خطة القراصنة تقوم على إرسال رسائل بريد إلكتروني مع ملفات نصية وورد تحتوي على برمجيات ضارة يمكن من خلالها الدخول إلى الحسابات. هذه هي كانت الطريقة. اكتب حسب فهمك تعريفا للاختراق. نلاحظ أن الاختراق هو تعدي لحظة الآن نريد تعريف الاختراق. نلاحظ أن الاختراق يشير إلى التعدي أو انتهاك أنظمة المستخدمين بهدف أو لتحقيق أهداف. ما هي هذه الأهداف؟ تتنوع أهداف القراصنة أو المخترقون، قد تكون سرقة معلومات بهدف سرقة معلومات، أو تجسس، أو محو المعلومات فقد يزيلون الملفات لديك، أو تعديلها فقد يعدلون على الملفات والبرامج عندك، يعني الأدية. فيمكن تعريف الاختراق بذلك أنه انتهاك أو اعتداء على أنظمة المستخدمين لتحقيق أهداف مختلفة مثل سرقة المعلومات، التجسس،
أيضا محو المعلومات أو ضرب أو تعطيل أو عطب الملفات. قد يخترق فيروس الفدية يتسلل إلى جهازك، وتلاحظ أن فيروس الفدية هذا يؤدي إلى تشفير ملفاتك وبالتالي عطبها، فلا يمكن فتحها. فبالتالي أهدافهم تختلف وكلها تجتمع على الأذية. هل قراصنة محميون من الاختراق؟ طبعا لا، لا أحد محمي من الاختراق، ولكن كونهم يمارسون الأمر، يعني السارق الذي يمارس السرقة يصبح أكثر حذرا، يعرف كيف يمكن أن يسرق، فبالتالي المخترقون أيضا يعرفون كيف يمكن أن يتم اختراقهم، فيصبحون أكثر حذرا أو أكثر إلماما بحماية أنفسهم، لكنهم أيضا عرضة للاختراق. يعني ابحث عن اسم البرنامج الذي استخدمه القراصنة للقيام بهذه العملية وثبته بعد الاتفاق عليه بالتصويت مع زملائك. نلاحظ أن البرنامج الذي ورد ذكره هنا هو برنامج وورد، فهو الذي استخدمه هنا أو هو الذي استخدموه في عمليتهم. إذا أردت ترجمة وورد إلى العربية فتعني هي كلمة. كلمة وورد بالإنجليزية تعني كلمة. عندي هنا نشاط لعبة تجميع الكلمات، استخدم مقاطع والأحرف موجودة لحل الأسئلة المعروضة لتتعرف من خلالها على بعض أنواع البرامج الضارة. أول سؤال، يعرض على التلفاز أو الإنترنت للترويج لمنتج تجاري. عادة الترويج يتم من خلال الدعاية، تطلق على الشخص غير اللطيف. الشخص غير اللطيف يكون مزعج. يستخدمها قادة المعارك ليعرفوا معلومات عن الأعداء. التجسس، يتجسسون لمعرفة معلومات عن الأعداء. يقولون أنه يستفيد من خلال حل الأسئلة التعرف على بعض أنواع البرامج الضارة. فإذا أنا عندي برامج ضارة يكون ضررها في إظهار إعلانات، يعني أحيانا يتصفح أحدنا الإنترنت ثم يشاهد بعد إنهاء التصفح تظهر له إعلانات على شاشة حاسبه أو جواله، هنا يكون تعرض إلى برنامج ضار. برنامج ضار يظهر له هذه الإعلانات. أيضا عندي التجسس، تحدثنا سابقا عن أن توجد برامج غرضها التجسس مثل تروجان هورس. عندي الإزعاج، يوجد من برامج الضارة ما تسبب لك الإزعاج، عفوا مثلا قد تلاحظ أنت تعمل يعيد إقلاع جهازك دون سبب، هذا يزعجك وقد يكون سببه برنامج ضار. اجمع معلومات من الشبكة بمساعدة الأهل للتعرف أكثر على عمل البرامج السابقة وصنف ما حصلت عليه وفق الجدول التالي. هنا هذه مهمة إثرائية للمجتهدين الذين يحبون البحث والاستقصاء، فيبحثون عن برامج ويصنفون هذه البرامج الضارة، يبحثون عن برامج ضارة غير التي ذكرت خلال تقديم هذا الدرس، وهذه البرامج الضارة يؤكدون خلال جمعهم للمعلومات على الحصول على اسم البرنامج الضار وكيف ينتشر هذا البرنامج الضار والضرر الذي يسببه. فأملأ الجدول بهذه المعلومات عن البرنامج الضار، ويعني يمكن تحصيل على فكرة عدد كبير من أنواع البرامج الضارة غير التي ذكرت هنا، ولكن يجب عليك أن تكتب كلمات البحث المناسبة وتعرف أن تستخلص المعلومات. فلاحظ هنا نريد فقط اسم البرنامج وكيف ينتشر والضرر لا أكثر. لحماية حاسبي أقوم بفحص وسائل التخزين قبل فتحها، طبعا هذه عبارة صحيحة. من طرق انتشار رسائل الدعاية الأقراص قابل الإزالة، هذه عبارة خاطئة. من طرق انتشار رسائل الدعاية ليست الأقراص القابلة للإزالة، وإنما من طرق انتشار رسائل الدعاية الأقراص القابلة للإزالة قلنا هي عبارة خاطئة. كيف أصححها أو ما الصحيح؟ تلاحظ من يستخدم الألعاب ويقوم باستخدام برامج مجانية، فرسائل الدعاية تظهر من خلال هذه البرامج المجانية. فمثلا أنا عندي تطبيقات على جهازي أو هاتفي الذكي، هذه التطبيقات مجانية فتظهر لي إعلانات، فمن طرق انتشار رسائل الدعاية هي البرامج والتطبيقات المجانية.
وهنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. نلتقي معكم إن شاء الله في الدرس القادم عن حماية الملفات 2. ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.